جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: هل يجوز للرجل الجنب أن يقرأ القرآن بعد أن يتيمم وأن يصلي لفقد الماء أو للبرد الشديد أو أي عذر من الأعذار؟ جزاكم الله خيرا. الجنب إذا كان لم يقدر على الماء لفقده أو لقلته ولا يكفي لحاجته وللطهارة أو لمانع يمنعه من استعماله كالمرض أو الجروح التي تمنع من استعمال الماء، في هذه الحالة يتيمم ويصلي ويقرأ القرآن، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم من أجل عذر عدم الماء أو من أجل عذر المرض الذي يمنع من استعماله أو من أجل قلة الماء عن حاجته وطهارته، فإنه يقدم حاجته ويتيمم بدل الاغتسال أو الوضوء. وكذلك في حالة وجود البرد الشديد الذي يخشى على نفسه من استعمال الماء فيه أيضا يتيمم. أما ما دام ليس هناك عذر شرعي والماء موجود، فإنه يجب عليه أن يستعمله لصلاته ولقراءة القرآن ولكل ما تشترط له الطهارة، ولا يجوز له التيمم لعدم العذر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم.